سي محمد شنو رايك في وضع البلاد وكيفاش تشوف تونس غدوه؟ والله بلادنا نقول معنا خساره كبيره اللي متقدمناش، معنا جاتنا فرصه تاريخيه، عملنا ثوره ولينا معروفين في العالم، ولكن بعد دخلنا في حساسيه بين بعضنا وفي تجاذبات سياسيه اللي انا با دو ريزون ديتر. كما تعرف الثوره صارت معنا بور لومبلوا دي جون بور لو ديفلوبمون دي ريجون اي اون اي لوان دو تو سا. مي مالغري سا جو بونس معناها انا عندي قناعه اللي بلادنا نجم نكونوا موديل في شمال افريقيا. انا تونس نشوفها نجم تكون بلاد وين الانفراستركتور اللي ديفلوبي، تبدا باللي زوتوروت، تبدا بلاد وين فيها لي تران غروند فيتيس، تبدا بلاد اللي قاو في السوبيريور واللي تعلموا عندهم خدموا ان بي كي ديتيان لا تكنولوجي. تونس نجم تكون بلاد معناها منفتحه للعالم معناها الخارجي وتكون توليرونت فهمني، وتكون فريمون ان بوان دو باساج بين لوروب والموند عرب. هذا كله راهو مش حلم فهمني ولا حوايج كيما كنت وقت حبيت نعمل تينات يقولوا لي لا فو ريفي، ولا وقت سيفاكس يقولوا كيفاش او بو دون اني وطول الموند معناها الى دي فا با ريوسير سون بروجي، والحمد لله معناها اوريسي. هذا كل معناها سي بوسيبل، وانا عندي في مخي خطط عمليه باش بلادنا توصل نيفو هذا، وسي فاسيل معناها يقولوا منين نجيبوا الفلوس يسفي دافوار ان بروجي كلير اون فيزيون كلير لي زيترونجي ميز سور نو. كيما لي زيترونجي ايزون ميزي سور تيلنت ايزون ميزي سور سيفاكس، معناها الواحد ينجم يقنعهم بور ميزي سور لو بي. وان شاء الله معناها ان شاء الله الواحد يعيش ويشوف بلاده هكا ونعملوا سكسيس ستوري اللي الواحد ساهم باش بلاده ولات بلاد متقدمه عربيه ومسلمه ولكن منفتحه للعالم الخارجي وتوليرونت كيما نقولوا احنا. ان شاء الله ان توكا سكسيس ستوري نتاع تونس ان شاء الله. شكرا سيد محمد فريخه، شكرا هكا. ذكر مستمعينا ممكن اللي il a une impression de déjà vu ولا déjà entendu صحيح قبل كنت تعب برنامج سكسيس ستوري قبل ما نولي في اكسبريسو، دونك ممكن il y avait اكثر شويه وقتها عندي خاطرنا السبت شوكتو واحد اللي ممكن برشا كل نهار، ولكن سيت اون ايميسيون كو جانيم اشاك فوا افيك بليزير اي لون دي ديرنيير ايميسيون في سكسيس ستوري ديرنيير ايبيزود تاع سكسيس ستوري اللي قدمتهم كان مع سي محمد الفريخه، مي على ليبوك il y avait ni introduction de telnet كنت باش تصير وقت الانتروديكسيون تاع الانترنت ني سيفاكس لاينز ني ريان دو تو دو سلا، دونك هذاك عليه فرصه كنا باش نعاودوا باش دوزيام سكسيس ستوري بور فو. ممكن واحد في حياته ساعه يعمل سيفاكس لاينز مثلا بركه معناتها سكسيس ستوري اون سوا. يعطيك الصحه، انت بديت دونك حبيت نختم ممكن اليوم قد عمرك سي محمد فريخ؟ 63 49 exactement. نتمنوا لك التوفيق وللتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا تو سو كي اونفي دفير دي شوز لروحهم لونتوراج تاعهم ولبلادهم فوالا. دونك بارك الله فيك سي محمد فريخ، ميرسي بارك الله فيك تو سيت انرجي و تو سيت انسبيراسيون اللي عطيتنا.